مشاركين النهاردة بمشروع منصة مهارتك. دي منصة اللي بتقدم كثير من المحتوى المرتبط بتكنولوجيا المعلومات. المنصة الحقيقة بتتيح كثير من المحتوى المرتبط بالتخصصات العالية الطلب في الأسواق، وخصوصا طبعا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وبتمكن الشباب من هذه المهارات المطلوبة أن يكون قادر على اكتساب فرصة عمله من خلال الأسواق العمل الحر اللي بتتزايد دلوقتي وأصبحت هي الطبيعي في طريقة العمل. جالنا إيميل وأعتقد أن الجائزة تم الإعلان عنها، ووجدت وهم يتحدثون عن الجوائز المرتبطة بحل مشكلة تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم. الحقيقة هذا بالضبط هو ما كنا نفكر فيه وقت ما كنا بنحلم بهذه الفكرة.